لانه لولا جمهور الاهلي ما كانتش هذه الجوائز، ولا كانت حتى هذه الحفاوه الكبيره جدا بالحوار اللي المهندس عدلي اشار لكم اليه، اللي سجل رقم قياسي تاريخي في تاريخ المشاهدات المصريه عبر الشاشات المختلفه. الكلام ده مش راينا وما اتقالش على شاشه الاهلي، على شاشه صدى البلد الاستاذ احمد موسى اجرى مداخله مع الاعلام الاماراتي الكبير يعقوب السعد اللي كان نجم هذه الليله وعريس هذه الفرحه. نشوف احمد موسى مع يعقوب السعدي، والاهلي دايما موجود. لقاء الخطيب كان متفق عليه مع الشكل الجديد للقناه، وما صارش اللقاء بسبب كورونا طبعا، وكنسل وتاجل، فما فيش وقت افضل من بعد النجمه التاسعه. يعني ايه اللي اتحذف من الحوار؟ ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. اكتر حاجه اثرت في حضرتك ايه في هذا الحوار؟ مؤمن كلنا تاثرنا. مؤمن. والحاجه المفرحه في موضوع مؤمن ان مؤمن متفائل جدا، وعنده قوه، وعنده مره عن 1000 راجل. رتبت ازاي موسيماني؟ هو سعيد وفخور، وحلمه كان يدرب فريق زي الاهلي. يعني انا لما قلت له انت كنت تدرب فريق كبير برضه سان داونز، قال لي سان داونز امام الاهلي لا، الاهلي اكبر نادي في افريقيا. فهو يعني بالنسبه له يوصف بسجله انه درب الاهلي في نهايه اليوم. يعني جمهور الاهلي دايما عايز يفوز، يعني مفترض في الكوره مفيش حاجه اسمها كده، ولكن هو جمهور الاهلي كده. صح، جمهور الاهلي قال لي كده، وحتى موسيماني قال لي انا خلصت الفوز طالع برا. قال لي الجمهور عاوز النجمه التاسعه، النجمه العشرة. صح. الكابتن خطيب، خلينا ارجع لحوار الكابتن خطيب، لانه كان يعني هل كان اتفقتوا على اسئله ولا كل الاسئله ولدت اللحظه زي ما هي اتذاعت كده؟ يعني كان في حاجات كابتن بيبو مثلا قال لحضرتك بلاش المنطقه دي، بلاش الحته دي، ولا خالص؟ ولا حدد لي ولا كل حاجه كانت وليده اللحظه، بس الخطيب كان يومها كان متجلي، كان صح، كان صراحه. يعني انا بالنسبه لي انا اشتغلت مع الخطيب فتره من الوقت في برنامج القاهره ابو ظبي، بس الحوار بتاعه كان افضل حوار اعمله مع الخطيب. وحضرتك مع الكابتن محمود الخطيب، الخطيب كان امبارح زي ما بقول كده ما جابش سيره حد، هو كان مصر رجل دوله، نادي الاهلي، جمهور، تدريب، يعني هو مش شاغل نفسه بحاجات كانت بتحصل حواليه، مركز مع النادي. هو الخطيب كده، الخطيب كده، واعتقد شخصيات الاهلي كده، وده الصح. انت قبل شويه كنت تتكلم يا اخي انا انشغل بنفسي، انشغل بالخطيب يقول لك انا عهدت الجمهور الاهلي اني لما اترشح، وعهدت الاعضاء ان وقتي كله يكون لخدمه النادي. نعم. احنا يمكن كجمهور مهتمين بفريق الكره وبنتائج فريق الكره، لكن في طفره على مستوى الانشاءات بشكل في النادي الاهلي، ده شايفينه وملاحظينه. يعني اهم سؤال، هو الخطيب ما جابش سيره حد خالص غير الاهلي وشغله. النقطه دي انا عايز اتوقف عندها استاذ ابراهيم، لان الحقيقه انت لما يكون عندك حاجه تقولها ما بتجيبش سيره حد، انت مشغول بانجازك، مشغول بتفكيرك، مشغول بتخطيطك، مشغول بتحقيق اهدافك، مشغول بحل مشاكلك، لكن اللي بيجيب سيره غيره باستمرار ده ما عندوش حاجه يقولها، ما عندوش خيره، لا بيضطر يتكلم على غيره. يعني طيب